صناعة المدافئ تدخل بحلة جديدة إلى مدينة سلمية في ظل ارتفاع مادة المازوت، حيث قام الصناعي ناصر النعسان بصناعة مدافئ تعمل بالوقود الحيوي كحل بديل لمدافئ المازوت وصديقة للبيئة. أنجزنا مدفأة تعمل بشكل أوتوماتيكي وتعمل على بطارية 12 فولت بالتلقيم، ولا تحتاج إلى عذاب سوى أنه نوضع الوقود ضمن الخزان، والخزان مزود بحلزون يعمل أوتوماتيكيا كل 90 ثانية يعمل ثانية، وحجرة الاشتعال والاحتراق مزودة بالقرميد الحراري والفونت مادة الفونت ومبخوخ الصاج من مادة البورسلان الغير قابل للذوبان. والحمد لله بهذه الطريقة شغلنا 10-12 عائلة من العمال معنا منذ 4 أشهر، وعدد العاملين يصل إلى 10-15 عامل. صنعنا صوبيا تعمل على الحطب والبيرين، البيرين هو التمز مخلفات الزيتون وموجود بكل جميع أنحاء سوريا، وقشور الجوز واللوز والفستق الحلبي كمان موفرة بجميع أنحاء سوريا، أي الاعتماد على كل مدينة بما موجود فيها. وصوبة الحطب مزودة والقرميد بالقرميد الحراري والفونت القاسي، ومزودة بشاشة بلور سيكوريت مقاوم للحرارة، وصوبة اللوز والقشر مزودة ببلور كمان سيكوريت غير قابل للكسر. يسعى النعسان من خلال مشروعه الخاص لإيجاد حلول بديلة تناسب المواطنين وتلبي احتياجاتهم بسعر يناسب معيشتهم الحالية.